يا جماعه الخير، ناس كتير بتتهاون وبتتساهل، تاخد الامور ببساطه قوي في فصل الصيف، ان هو طالما في البيت خلاص هناخد راحتي، ممكن تنام عريانه، وممكن يتخفف قوي في ملابسه، ممكن تقعد في البيت بلا ملابس، او هو يقعد في البيت بلا ملابس هو لوحده. خلاص بقى انا اقضي حاجتي بدون ملابس، لا هدخل الحمام بدون ملابس، هنام بدون ملابس، قاعد في البيت بتفرج على حاجه بدون ملابس، اشرب حاجه بدون ملابس، اكل بدون ملابس، الوقت اللي انا مقضيه في البيت انا ما بستحملش لبس عليا، فهقعد بدون ملابس. ما حكم الشرع في هذا؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والتعري فان معكم من لا يفارقكم. تاني: اياكم والتعري فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط أو حين يفضي الرجل إلى امرأته فاستحيوهم وأكرموهم. هقول الحديث تاني، ده تحذير نبوي النبي عليه الصلاة والسلام بيقول فيه إيه؟ إياكم والتعري، يعني ما تبقاش عريان في بيتك. فإن معكم اللي هم الملائكة الحفظة كما شرح العلماء، فإن معكم من لا يفارقكم، الحفظ ما بيفارقوش غير لما بتخش تقضي حاجتك، وعندما تفضي إلى زوجتك يعني تجامع زوجتك، فاستحيوهم، استحي منهم وأكرموهم، بلاش تتعرى قدامهم. خلاص كده، يبقى أنت تخاف إنه لو أنت اتعريت الملائكة تسيبك أو تبعد عنك أو ما يبقاش في حاجة حفظاك. خلاص كده. ولذلك لو أنتوا فاكرين لما سيدنا جبريل جه للنبي عليه الصلاة والسلام بيته وكانت ليلته عند السيدة عائشة من أجل أن يطلب منه ليذهب إلى أهل البقيع ليستغفر لهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك. يبقى سيدنا جبريل ما دخلش، قعد ينادي عليه، يقول فنادان، قعد سيدنا جبريل ينادي على النبي عليه الصلاة والسلام عشان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج له، علشان إيه؟ السيدة عائشة كانت وضعت ثيابها، يعني لابسة لبس النوم أو لبس البيت. خلاص كده، يبقى سيدنا جبريل الشاهد ان سيدنا جبريل لم يدخل. جاء صحابي كما عند ابي داود والترمذي وابن ماجه. وقبل ما اقول الحديث ده، العلماء او الجمهور على انه يجب ستر العوره حال الخلوه، مش عشان انت لوحدك خلاص بقى تتعرى، لا، وهذا عند الحنفيه والشافعيه والحنابله. المالكيه قالوا يندب ستر العوره، لكن الجمهور يجب ستر العوره. عند ابي داود والترمذي وابن ماجه، صحابي بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، عوراتنا ما ناتي منها وما نذر. يعني احنا ايه اللي نعمله وايه اللي ما نعملوش، ايه اللي ناتيه وايه اللي نتركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. فقال: يا رسول الله، اذا كان القوم بعضهم في بعض، قال يعني احنا مع بعض كده، اهالينا اخواتنا عيالنا، قال: ان استطعت الا يرينها احد من الناس فافعل. برضو حافظ على نفسك وحافظ على عورتك وتستر، ان ده الاصل في الانسان. فقال هذا الصحابي: يا رسول الله، اذا كان احدنا خاليا، يعني انا لوحدي كده اعمل ايه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله احق ان يستحيا منه من الناس. يعني انت حتى لو لوحدك استحي من ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انت لو هتقعد، ممكن تقعد مثلا بقط، ممكن تقعد مثلا بنص كم، ممكن تقعد بشورت، ممكن تقعد هي تقعد مثلا ب كاش مايو زي ما بيقولوا، لكن ان هي تقعد بقى كده يعني حتى موضوع القطعتين ده في البيت، تحاول ان هي يعني ما يبقاش كده على طول الوقت، ولا ينفع لا هو يقعد عاريا بدون ملابس طول الوقت في البيت، ولا هي كمان تعمل ده، ولا ينام بهذا الشكل. فاحذروا، فإن معكم من لا يفارقونكم أو لا يفارقكم إلا عند إيه؟ إلا عند الغائط أو حين يفضي الرجل إلى امرأته. فالجمهور على أن الإنسان حتى ولو كان خاليا أن يستر عورته وأن يستتر، وحتى ولو كان خاليا لا يكشف عورته إلا عند الحاجة، يعني اللي هو قضايا إيه؟ قضايا الحاجة أو الضرورة، لكن على طول الوقت كده أو ينام كده؟ لا. أشوفك على خير.